نروح لتاني فقراتنا النهارده في برنامج الاشبال. النهارده يوم جميل ويوم سعيد ويوم حلو، 16 مايو. ودايما لما بنقول 16 مايو يوم بيتذكره كل الاهلاويه، كل جماهير الاهلي، يوم دايما بيحمل ذكرى سعيده وذكرى جميله وذكرى طيبه خاصه مع جماهير النادي الاهلي. ذكرى مباراه 6-1 16 مايو 2002، بسم الله الرحمن الرحيم، الهدف الأول رضا شحاتة. دي مباراة الأهلي والزمالك، المباراة الشهيرة اللي دايما بيتذكرها كل جمهور النادي الأهلي. وزي ما احنا سامعين، سمعوني كده كابتن مدحت شلبي وهو بداية المباراة وبقول لسه بيفتتح بسم الله السلام عليكم، الهدف الأول للنادي الأهلي. طبعا واحد من نجوم المباراة ومن نجوم الحدث ده الكابتن خالد بيبو، أحرز رباعية في مرمى نادي الزمالك. طبعا رضا شحاتة افتتح الأهداف، الهدف الأول في الثواني والدقائق الأولى، خالد بيبو 4 أهداف، وإبراهيم سعيد أيضا هدف. دي سداسية النادي الأهلي. المباراة دي كانت يوم 16 مايو، كانت في المساء. قبل المباراة كانت كل الأقاويل وكل الكلام بيقول النادي الأهلي عنده لسه لعيبة صاعدة، لسه بيصنع جيل، وكمان عنده مدرب لسه جديد على الكرة المصرية اسمه مانويل جوزيه. كانت كل التنبؤات وكل الإشارات وكل التوقعات بتقول في اليوم ده مكسب نادي الزمالك، خاصة كانت مباراة الدور الأول كان في فاز فيها نادي الزمالك. لكن النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي دايما بيميز النادي الأهلي على مدار أجياله، شفنا مباراة تاريخية ومباراة شهيرة ومباراة تظل في أذهان كل الأهلاوية. ده الهدف الرائع، بيبو وبشير، بيبو والجون. ما تسمعونا كابتن مدحت شلبي لو الصوت عندكم عالي، سمعونا. سيداتي أنسات، ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والهدف الأول للنادي الأهلي، تمريرة جميلة من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا، حلوة يا رضا. 1-0 في الدقيقة 4 من بداية اللقاء. وادي رضا المتألق في أول ظهور له مع النادي الأهلي. شمال وستة أحمر جوه منطقة جزاء الزمالك، وعالية وحلوة، هوبا ومرسل، والهدف الثاني. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار. شايفين بقى الحلاوة، وشايفين جماهير الأهلي والزمالك في المدرج في استاد القاهرة، واللقطة الحلوة مع الأهداف جماهير الأهلي والزمالك وهي مالية استاد القاهرة. وكانت مباراة ممتعة، وزي ما أقول لحضراتكم مباراة شهيرة دايما بتكون عالقة في أذهان كل جماهير النادي الأهلي. وده هدف الثاني، هدف إبراهيم سعيد، هدف فيه توقع ورد فعل سريع، وده أهداف خالد بيبو والرباعية اللي دايما بتفتكر خالد بيبو بيها رباعية الزمالك. زي ما بقول لحضراتكم المباراة دي لو رحت لأي حد من الجمهور ما كانش يتوقع النتيجة. لما بتقارن بين الفريقين، الزمالك كان عنده جيل عظيم وفريق كبير وعنده أوتوفيستر كمان مدرب كبير، وكان وقتها مانويل جوزيه لسه بيتحسس خطواته الأولى مع النادي الأهلي. لكن دايما زي ما بقول لحضراتكم روح الفانيلا الحمراء شعار النادي الأهلي، دايما جماهيره اللي حاضرة، علشان كده كان في توفيق ربنا. ودايما 16 مايو هو يوم سعيد لكل الأهلوية. وزي ما احنا بنتكلم وبنتذكر 16 مايو هو يوم جميل وبيحمل ذكرى طيبة لكل جماهير النادي الأهلي.